تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلقت هيئه الشراء الموحد والامداد والتموين الطبي واداره التكنولوجيا الطبيه النسخه الثانيه من مؤتمر ومعرض صحه افريقيا بوابتك نحو الابتكار والتجاره وتاتي اهميه المؤتمر في اطار تعميق الرؤيه الموحده على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقاره الافريقيه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا 2023 بعنوان بوابتك نحو الإبتكار والتجارة خلال الفترة من السابع إلى العاشر من يونيو المقبل بالقاهرة مشاركة وشراكة من خلال مصر كدولة أفريقية تمتلك الكثير من الخبرات والكثير من القدرات بنقول للعالم ان احنا عندنا مؤتمر يستحق ان يكون على مستوى المؤتمرات العالميه وان يذكر في اجنده المؤتمرات العالميه بنقول لاخواننا واشقائنا في افريقيا انتم مش محتاجين تسافروا الى اوروبا للوصول او الى امريكا او الى غيرها من الدول للوصول الى المعرفه بما يتعلق باحدث التكنولوجيات والتسهيلات في مجالات الادويه والمستلزمات الطبيه والاجهزه الطبيه قطاع الدواء والتكنولوجيا الطبيه هو احد القطاعات الهامه جدا جدا للدوله المصريه والدوله المصريه حاليا بتسعى الى توطين العديد والعديد من التكنولوجيا والادويه في جمهوريه مصر العربيه وبتسعى ايضا لاستقطاب كافه المستثمرين في هذا المجال من كافه الدول اعتقد ان هذا المؤتمر بيستعيد بشكل كبير جدا الرياده المصريه في قطاع الدواء والتكنولوجيا الطبيه طبعا السنة اللي فاتت كان قرابة الخمسين ألف مشارك ووفود كانت موجودة من مختلف الدول الأفريقية وأيضا وفود كانت موجودة من عدد من المنظمات الصحية الدولية تأتي أهمية المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الإفريقية المؤتمر ده مهم جدا لأنه إحنا هدفنا كله الأساسي هو التكامل مع الدول الأفريقية في سياده الرئيس وضع هدف وتارجت ان احنا نصل بتصادراتنا الى 100 مليار دولار القطاع الدوائي بيمثل جزء مهم فيها والمستلزمات فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نسعى الى دعم هذا الـ الـ الاتجاه ونحققه خاصه صناعه دواء واعده والحمد لله احنا عندنا مصانع شامخه بتغطي ما يزيد عن 5% من الانتاج المحلي نتمتع بجودة عالية جدا جدا قصنا طبعا أن احنا نفتح مجالات تسوقية وهذا المعرض بيتاح لنا فرصة أن التعارف على الدول وزيارات الدول من جهات رسمية وحكومية لهذا المعرض ينتج عنه تقارب ما بين احتياجات هذه الدول احنا من أول نسخة للمعرض الحقيقة كان ليه فيدباك إيجابي علينا كلنا لأنه بنتواجد فيه وبنقابل بتوعنا وكمان اكتسبنا بعض العملاء الجداد وابتدينا نوقع بعض الاتفاقيات التوريد والحاجات دي كلها فكان فرصه لنا ان احنا نزود النشاط ونزود العملاء وكمان الدنيا كلها تعرف قد ايه الدواء المصري بالجوده والكفاءه اللي تساعد الى جانب طبعا السعر المناسب. يمثل المؤتمر والمعرض فرصه كبيره لتبادل الخبرات والمعرفه في مجال الرعايه الصحيه مع حرص كبرى الشركات العالميه على المشاركه به لاستكشاف الفرص المتاحه للاستثمار والتجاره بالقطاع الصحي في افريقيا